شهر هذه الصغيرة عبر بطولة عصم على كاس الدعجاني، حيث المتعة الفارة الندية الجمالية أمتع المباريات عبر هذه البطولة في هذا المساء وداخل أرضية هذا الميدان. نعم فريق الجيل باللون الأزرق ومثل مع ذلك فريق صدى مكة الروم داخل أرضية هذا الميدان باللون النبية والزرقاء يوم على كرة أولى غادرت أرضية الميدان الأزرق وانتهت ثلاثي المهاجم من يلعب في الرقم 20 كمهاجم سجل على مستوى داخل أرضية هذا الميدان. أما الأسماء أما التسجيل الحقيقي من جانب فرقة صدى مكة الروم في حراسة المرمى بكرسان رجل هذه الكرة هذه لعبة هذه الكرة هذه لعبة خطيرة بعد ذلك فهد علي ابعتها للاعب صديق علي صاحب تمريره مميزه بوضح تكوكو لا 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 يوه على كورة يوه على كورة يوه لكن اللي معاك من جانب الحارس صالح الغامدي اشار وتابع لسه بعد ذلك التمريره الكرة ما زالت حاضرة داخل أرضية الميدان لمسة يا سلام لمسة 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 لا 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 يا يوه على اللعب والتمريرة لكن اللي يعطي الاسم بكر علي لكن في التسكيلة مكتوب يا عيسى يا مالي مكتوب بكر سامي لكن لا هما يبحثوا عن الانتصار. أجيال تعادل في الجولة الأولى ومن ثم بعد ذلك فريق الصدام يتصدر هذه المجموعة هذه لمسة هذه كرة حالية يا سلام كو 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 لا 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 يا يوه على كورة يوم ما هو الكلام حاطوا عن الكاس العصم العودة للفار من جانب حكم الكرنفال ننتظر نرتقب كيف سيكون القرار نعم كيف سيكون القرار ما هو الكلام ما هو العنوان ركلة جزاء أم هناك نعم لكن الجزائر بطل إذا ما هو القرار نعم ركلة جزاء لفرقة الأجيال ركلة الجزاء من علامة الجزاء من سيكون على التنفيذ من سينفذ الكرة اللاعب رقم 20 الكابيتانو بنتر يتقدم الثلاثي بثلاثي جو 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 لا 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 يا ركلة جزاء مهدرة ركلة جزاء ضايعة كان الإمكان في أفضل من مكان هدف يضيع من جانب الفريق الأزرق نعم هدف يضيع من جانب الفريق الأزرق داخل أرضية هذا الميدان هكذا هو الحال لمن يتابعنا عبر اليوتيوب المباراة إلى حد ما في التوب لكن النتيجة والأهداف لم تسجل داخل أرضية الرأسية عذر لا 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 يا يوه على كورة يوه ألف يوه على كورة الراسية واللعبة اللي حضرت كانت حلوة كانت اللعبة هذه الأخيرة يا صدام هذه الأخيرة يا صدام عند الكراسية هاجرت أرضية الميدان نعم في الأخيرة لم تأتي الخيرة أيها السادة أيها الحضور لك وعليك أن تقول بأن الشوط الأول ممتع لكن ينقص في الأخير الهدف الأول في هذا المساء عبر ميديتك وعبر صدى الجاليات 0-0 في هذا اللقاء متعكم الله بأسماعكم وأبصاركم وحيتم شوط ثاني ولنعود سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته ركلة جزاء الكابتن نعم بدر ثلاثي اللي يهدر اللعبة اللي كان الهدف أن يكون فيها حاضر ومن ثم بعد ذلك الشوط الثاني وانطلاقة الحصة الثانية بقيادة الحكم نعم سامح سمير من يقود الكرنفال كحكم داخل أرضية هذا الميدان حكم رابع أحمد عبدو خلف الفي آر صالح حوساوي هكذا هو حال التحكيم عبر هذه البطولة نبحث عن ماذا شوط ثاني أول مميز للأمانة شوط الأول للأمانة مميز لكن كوننا طماعين نبحث عن المزيد نعم كوننا طماعين نبحث عن المزيد الركنية والزاوية الحاضرة داخل أرضية الميدان لمسة وتمريرة يا سلام البحث عن كرة عرضية راسية لا 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 يا يوه يا صديق يا برناوي يا هدف هل هناك هدف يشعل الفتيل هل هناك هدف يجعل الحكاية جميلة في هذا المساء هل هناك هدف يقدم قصة لا 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 الهدف الأول جولاثو من ركنية نعم الهدف الأول يسجل داخل أرضية ميدان ما نبحث عنهم وما تكلمنا عنهم وما ذكرنا في هذا المساء الهدف الأول سجل داخل أرضية ميدان يونس برناوي بالرأس يسجل الهدف الأول داخل أرضية ميدان
الان، واحد مقابل الصفر، واحد مقابل الصفر، دقوا ابواب الخطر، هم ناتوا بالخبر. نعم صدم، صدى 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 الاستحقاق عن حضر. نعم حتى الهدف اللي كنا نبحث عن حضر، هذه لمسه، هذه هجمه، هذه مهارم. خالد مرزوق، خالد مرزوق تصويبه، لا 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 لا. يونس برناوي، يونس برناوي، نعم يونس برناوي، في كل كورة ناوي وفي كل كورة نووي. يونس يسجل الثنائية الشخصية ويسجل ثاني الأهداف لفرقة الصتام. الرقم 19 يا ساتم، صانع السعادة والبهجة لهذه الفرقة في هذا المساء. يونس يا ساتم، نعم يصنع السعادة. يونس يا ساتم يصنع السعادة لفرقة الصتام، الثنائية الشخصية وثاني الأهداف لفرقة الصتام. 2-0 يا النتيجة. الصتام والبحث عن الصتام، الصتام والبحث عن الصوت العالي، الصتام والبحث. الأعمال والرضا الكبير من جانب هشام وبن حسن في هذا المساء، وبن حسن في هذا المساء. الشاطر يونس وليس الشاطر حسن، الشاطر يونس في هذا المساء من سجلوا هدف داخل أرضية الميدان. هذه كرة وهذه تصويبة على الثلث العارضة، هاجرت أرضية الميدان داخل أرضية الميدان عالية، البحث من خلالها عن الرأسية، شاهد الرأسية بعد ذلك التمريرة، ما زالت داخل أرضية عالية. جو 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 جو. لا 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 يا. حتى هذه أبعدت، القائم يقف مع الحارس. الفريق اللي في الجولة القادمة سيبحث على أن ينتصر من أمام بيتركا، سيلعب الجولة الأخيرة هذا الفريق من أمام بيتركا، سيلعب الجولة الأخيرة. هذه لمسة حافلة بيتركا المجروح للأمانة، الصفارة ومن ثم بعد ذلك. أيها الساتر، أيها الحضور، ألف إزريليون هتريليون مبروك فريق الصدى الانتصار. هارد لك، نعم هارد لك فريق الأجيال، حال كرة القدم حال المستديرة. يوم لك، يوم عليك، يوما كفاك الله شرف. إذا أفضل لاعب في هذه المباراة، الجائزة المقدمة من جانب مركز الرضوان للأعمال، الجائزة للكابتن يونس برناوي. يونس برناوي.